أحد نزغات الشيطان الشهيرة وأكثرها ضرراً على النفس وعلى المجتمع. الأول نزغة يعني زقة وإغراء. أحد نزغات الشيطان الشهيرة إنك وإنت معروض عليك موضوع مش بتفهم فيه يزقك تفتي وتتكلم بغير علم. الشيطان قال لربنا كده، ربنا بيقول إيه، يدعونا إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم. بعدها بآية يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. من إضلالات الشيطان للبشر إنه يزقهم على الكلام بغير علم. والإنسان بيدفع للفتي والكلام بغير علم في ثلاث مواضع شهيرة: عند الجدال، وعند البحث عن مقام الأستاذية، ولما يكسف. أول واحدة عند الجدال، لو النقاش تحول إلى جدال فيتحول من إثبات الصح للانتصار للنفس، بقى جدال كده. هنا هتأتي نزغة الشيطان إن لا يمكن ترميلي معلومة ونسكت، أنا كده بالبلدي تثبت فلازم أرد عليك حتى لو من غير علم، حتى لو هكذب. وتعلو هنا الذات، تعلو فوق الحقيقة وتهبط قيمة الصدق حتى تصل إني ممكن أقول كلام وأنسبه لله ورسوله عشان أستقوى بالله وأستقوى بكلام سيدنا رسول الله، حتى لو أقول كلام مش صح في الدين. حتى قال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فأول مشهد بيزق فيه الشيطان على الكلام بغير علم اللي احنا في مصر بنسميه الفتي هو وقت الجدال عشان محدش يكسبني. التانية هي لحظة بحث أي حد فينا عن مقام الأستاذية، لحظة إحساس أنه عايز ينفي الجهل، لأن نفي الجهل هو أحد السلوكيات اللي كتير مننا بيدور عليها. أنا مش عايز حد يتصور أن أنا مش فاهم، أنا فاهم، لأن المعلومة ضالة الإنسان. كل البشر بيدوروا على المعلومات لأن المعلومات بتحل إشكاليات في طريقك وانت ماشي، واللي بيملك المعلومة بيبقى ليه مكانة في النفوس وبياخد وضعه كده في القعدة، والناس بتبصله باحترام، ونظرة الاحترام دي شهوة كبيرة كلنا بندور عليها. ولو أنا معرفش وانت كمان ما تعرفش فأنا فتيت بكلام كده منمق ومصطلحات هديك إيحاء إن أنا فاهم، لو في حد متخصص قاعد هيدرك جهلي وإن أنا بفتي بل وبكذب وبضل غيري. أما اللي سمعني هو مش عارف ولا مش عارف فهيبصلي باحترام. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام اتكلم على المتخصص وقال: يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، يعني الناس المتعلمة هي اللي بتورث العلم في كل جيل، ينفون عنه تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين. أهو اللي بيفتي في أي علم بدون معرفة حقيقية ده بينتحل، اسمه انتحال المبطلين، بينتحل بالباطل صفة المتخصص. والعالم دوره ان هو يبعد ده عن طريق الناس. بس خلينا في اللي بيفتي وقت ما يحب يبحث عن مقام الأستاذية، دي الصورة التانية اللي الشيطان بيزق فيها على الفتي. المشهد التالت اللي بيشجع فيه الشيطان الإنسان انه يفتي هو لحظة الكسوف، لما يسيطر علي ان ابقى مكسوف ان انا مش فاهم في الموضوع ده، فكأن الناس هتبدأ توصفني بالجهل بقى مع كل الأحداث دي. انت لسه مش بتقرا في الموضوع ومش فاهم فيه، انا هنا مش بدور على مقام الاستاذيه، انا بس مش عايز ابان اني مش فاهم في الموضوع ده، مكسوف من المشهد ده، لاني هحس ان اللي قدامي هيبص لي بصه نقص لو اكتشف اني مش عارف اجاريه في الكلام. فاكر زمان في سوره يوسف: وقال الملك اني ارى سبع بقرات سمان ياكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر واخرى يابسات يا ايها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤية تعبرون. على فكرة الملك قال لهم ده رؤية، ولو أنتم مش بتفهموا ما فيش مشاكل، إن كنتم للرؤية تعبرون. اتكسفوا بقى من منظرهم قدام الملك، قالوا أضغاث أحلام. وبعدين لحسن نضره لما نقول له أي كلام، أضغاث أحلام يعني أي كلام، فلحقوا نفسهم: وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين، إحنا بصراحة ما بنفهمش في الموضوع ده. طب ليه بتتسرع وتفتي وتقول أضغاث أحلام؟ أنت عارف هو الكسف، الكسف قدام حد مش عايز يبصله ان هو مش فاهم. تعرف إشكالية التكلم بغير علم ان الشخص مننا لما بيفتي ويصدق نفسه ان هو فاهم لما اللي حواليه يعملوا له كده، اما ان هم كمان مش فاهمين او مش عايزين يكسفوه، مشكله ان هو مش بيسعى لطلب العلم بعد كده لاحساسه بعدم الاحتياج، انا بسد في كل حاجه، لغايه ما مره يفتي فتيه كبيره في وجود حد فاهم فيحرج.
ويتهدم تاريخ مقام الأستاذية اللي بيبنيه في نفوس الناس ويتكسف وقتها بجد. الحل؟ لأن الفتي ده إحنا بنقولها بطريقة لطيفة وبنضحك، لكن الكلام بغير علم ده كذب ربنا مش بيحبه. الحل إنك لو عايز تسد في النقاشات ليس لك إلا التعلم المستمر، تقرأ في مجالات مختلفة وتسمع لأشياء قيمة. ولأن تموت وأنت طالب للعلم خير لك من أن تعيش وأنت قانع بالجهل، كما قال أحد الصالحين. الحل التاني، لو ما تثقفتش ولقيت نفسك في موضوع مفتوح قدامك مش فاهم فيه، الصمت. على فكرة الصمت مش بينقص من الإنسان، ده بيكسو الإنسان بالمهابة، وكلمة لا أعلم بتكسو الإنسان بالقوة والشجاعة، والأهم بالكده كلمة لا أعلم بتكسوك بالمصداقية، لأنك أنت لما تتكلم بعد كده إحنا مصدقينك، لأنك في حاجات تانية قلت معرفش. فالفتي أي الكلام بغير علم آفة ونزغة من نزغات الشيطان بيحقق بيها لأضلنهم. فاللهم يا رب ارزقنا التواضع للعلم، وارفع عنا ظلام الجهل، واحفظنا من أن نتكلم فيما لا نعلم، ونجنا من ضلال من لا يعلم.